جدا جدا. حسينا البناية رح يعني تنزل. نحن عند دار السعادة يعني كأنه ضربي بالبناية عندنا كانت كتير كتير قوية. يا ربي دخيلك وبيعفل حتى بالإيه. ونحن ندين بقوة هذا العمل الإجرامي الذي قام به العدو الصهيوني والذي أدى إلى استشهاد بعض المواطنين الأبرياء الذين كانوا يمرون في هذا الشارع. لذلك نؤكد مرة أخرى وقوفنا إلى جانب أشقائنا في السفارة الإيرانية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد أن سوريا والجمهورية الإسلامية لا ينسون أعدائهم. اطلاعات شما داریم حدود احتمالاً بین 5 تا 7 نفر شهید شدن و 2 نفر از پلیس که محافظ ساختمان سفارت بودن هم مجروح شدن. ببینید الان آوردن برداری شروع شده و تا برداری دقیقاً نمی‌تونیم اسامی و مشخصات رو اعلام کنیم. حمله مستقیم کرده به عبارت اعلام جنگ کرده دیگه. به نظر من دیگه باید اقدام علنی و آشکار باشه. اینکه مثلا نیابتی بریم یه جای پایگاهش رو توی کشور دیگه بزنیم به نظر من جواب نمیده. این صدای این ملت، یک حرف هم بیشتر نداریم. حرف ما یک کلام، انتقام انتقام. Thank you.
having conversations with partners in the region, gathering more information, but at this point don't have confirmation either of the target or the responsible party.